طيب باشمهندس حازم، اكيد طبعا كل قاعده لها استثناءات اكيد ايه يعني اسباب طبعا. ارتفاع اللحوم والالبان كل يوم كل يوم، والنهارده اتقال انه في 6 جنيه انخفاض في اسعار البيض، واسعار السمنه قلت 5 جنيه. سؤالين، هل انخفاض البيض ده عند البقال عم محمد اللي انا بشتري منه، ولا هتقولي في المزرعه؟ دي جزئيه. الجزئيه الثانيه، اسعار السمنه هل فعلا تراجعت ولا دي اخبار؟ لا السؤال للأسف الثالث، ليه اللحمه والالبان ارتفعت رغم ان هم لسه الاسبوع اللي فات ارتفعوا؟ اتفضل. هقول لحضرتك بالنسبة للبيض فعلا نزل سعره. فين؟ البيض النهارده الطبق ب 78 جنيه، فين؟ فين؟ في المزرعة وموجود ولا في عند البقال؟ لا عند البقال بكم؟ ب 78 جنيه. طيب راجعوا يا جماعة، وده مش تشكيك في اللي بيتقال، لكن احنا عايزين نحس ان الكلام ده حقيقة. السمنة طبق برضو البيض الأبيض، الأبيض ب 78 جنيه النهارده. تمام، اتفضل اتفضل. بالنسبه للسمنه برضو في يعني شركات نزلت اسعار في حدود 4 جنيه العبوه. طبعا يعني السبب النزول ده طبعا الافراجات الجمركيه اللي حصلت برضو يعني ساهمت، لان طبعا الزياده دي برضو إفراجات في إيه اللي حصل سمعت بالنزول ده؟ بقول لحضرتك بالنسبة للزيت والسمنة أعلاف؟ لا يعني تمام العلف اتفضل. طبعا نزل سعره، نزل نسبة كبيرة في الأعلاف لأن دخل كميات طب ده كبيرة. ما سمعش في الفراخ ليه؟ أكيد بقى طبعا يسمى يعني طالما يعني إحنا ممكن ياخد مستنيينه وقت. يسمع. تمام. طيب ليه ارتفاع اللحوم والألبان؟ رغم ان حضرتك قلت في انفراجه في الاعلاف. لا هو باذن الله يعني متوقع الالبان هينزل سعرها خلال اسبوع، يعني الالبان والجبن كمان ممكن يعني احتمال طيب كبير خليني اقول لحضرتك انه فرض او مش فرضا، هو يعني ده اخر سعر نعرفه، جبنه البيضه ب 100 جنيه الكيلو، علبه اللبن ما بين 25 ل 27 جنيه ونص الكيلو، تتوقع الاسعار دي ممكن تنزل بنسبه قد ايه؟ والمواطن يشتريها بكام؟ نتوقع عليها تنزل بنسبة 10%. 10%، يعني هيشتري علبة اللبن أغلى من ما كان بيشتريها بحوالي 5 جنيه أو 6 جنيه. بالظبط. والجبنة لما تنزل 10% ده مش نزول. ما هو يعني على الأقل يبقى في استقرار، لأن احنا اليومين اللي فاتوا كان في زيادات ورا بعض، يعني هيبقى في استقرار على الأقل يعني. شكرك أستاذ حازم المنوفي، شكرك. نفسي يعني هو مش تراشق ولا اتهامات، بقدر ما أنا نفسي المنتج يطلع يقول ليه مش بيحط الأسعار على السلعة، والتاجر يطلع يقول هو ليه شايف إن المشكلة في المنتج.